أربعة ناقص ان، ان جاي لفردي وان تربيع ان زوجي، يعني نعطيه قاعدة اقتران وانت تطبق له اللي بيه. تمام، فنجي نسوي لنا. طبعا انا الاعداد عندي ستة الاولى المتتابعة، الاعداد تقدر تعددهن، واحد والثنين والثلاثة والاربعة والخمسة لحد الستة، لان هو قايل لك الستة. تمام، فراح تجي شو تسوي هسه؟ قايل لك الشرط الاول هنا نتعوض الفرد وهنا نتعوض الزوجي، يعني تسوي لك جدولين، أربعة ناقص ان نا فردي وهنا الان تربيع زوجي، فردي بزوجي. فتعال للفرديات اللي هو الواحد والثلاثة والخمسة، تعوضهن هنا، أربعة ناقص واحد راح شو يصير؟ ثلاثة. تمام، وأربعة ناقص ثلاثة راح شو يصير؟ تعوض الثلاثة هنا، قلنا الفرديات الواحد والثلاثة والخمسة نجي نعوضهن، وأربعة ناقص خمسة راح شو يساوي لنا؟ سالب واحد. عوضت الفرديات، هسا نجي للزوجيات. الزوجيات نجي نعوضهن اللي هي اثنين والأربعة والستة، اثنين والأربعة والستة. اثنين من تربح ايش تصير؟ اثنين تربح.